الأخوة الأخوات الرفيقات الرفاق، مساء الخير. تحية بمستوى الأول من مايو، وشاكرين لكم حضوركم لهذه الندوة. الحركة العمالية في البحرين محطات ودروس. حقيقة نحن في التقدم دائما نضع الاحتفالية بالأول من مايو أيار المجيد في عين الاعتبار لما لهذه المناسبة من مواقف واعتبارات مبدئية. وفي هذا العام لقد سخر الرفاق في المكتب السياسي والقطاع العمالي كل ما يملكون لإنجاح احتفالية الأول من مايو، كما نحاول سنويا أن نبتكر الأفضل دعما لإحياء هذه المناسبة العمالية الأممية. وما هذه الندوة إلا وهي من ضمن فعاليات التقدمي بمناسبة الأول من مايو آيار المجيد. الحضور الكرام، إن المنتدي الرفيق النقابي علي الحداد، وهو كادر نشط ومهتم بقضايا الحركة النقابية والعمالية، وهو أيضا عاصر العمل النقابي ويمتلك الخبرة في هذا المجال، باسمكم جميعا أعطي التحدث إلى الرفيق علي الحداد، وسوف ندخل معاه في المحطات والاستفادة من الدروس. فليتفضل رفيق. مساء الخير جميعا. أولا الشكر والتقدير للمنبر تقدمي ممثلا بقيادته، والشكر أيضا موصول للجنة العمالية. طبعا رفيقي جواد نسى مسألة مهمة جدا، هي الوقوف لحظة صمت على الأقل احتراما لشهداء الطبقة العاملة. في البداية طبعاً كيف تشكلت الطبقة العاملة؟ ابتدت من قسمين أساسيين. أنا ببتدي من بداية شلون صارت كحركة جنينية إلى أن وصلنا إلى المرحلة الحالية. طبعاً ابتدت أساساً من فئتين اللي هي المزارعين والقواصين، هم الأساس في كل شيء. كانت طبعا توجد حرفيين بنسب ضئيلة، ولكن الأساس هم القواصين، لأن الحرفية كانوا يمارسون القواصين في حالة رجوعهم من القوص، لأن مزيدا من كسب المال ومزيدا من الرزق. المزارعين ايضا واجهوا مشاكل، يعني بنعرف ليش التحقوا بشركه النفط. المزارعين كانت تواجههم مشكله الاراضي ومتضمنين الاراضي. متضمنين الاراضي كانوا يقاسمونهم في محصول، وكانوا ايضا احيانا يعني يغيرون ما كانوا ملتزمين بالعقود، يغيرون المتضمن الأرض من شخص إلى شخص. وكانوا عموما بشكل عام المزارعين يعانون من مشكلة المتضمنين الأراضي والآخرة، يعانون من أصحاب الأراضي، فصارت عندهم مشكلة. وكان بالنسبة لهم النفط هو مخرج. لما صارت بداية النفط التحقوا إلى شركة باب. أيضا الغواصين نفس المشكلة. الغواصين كانوا أيضا مشكلتهم هي النوخذة. النوخذة كان يعاملهم معاملة العبيد. العبيد يعني بمعنى ابن النوخذة. النوخذة كان يعطي الغواص
النوخذة كان يضغط على الغواص ويستخدم، كان في نظام يسمونه نظام السلفة، فيعطي الغواويس السلفة وينتزعهم منهم بشكل أو بآخر. ما قدر يسددها، عياله عليهم أن يسددون هذا الدين، ولذلك أطلق عليهم حتى يعني أشبه بمثابة العبيد. طبعا ياب الجريف وغير من هذا المسألة، ويعني نتيجة النزاعات اللي بين النواخذ والغواويس ونتجت عنها اللي هي حركات 1919 بين القواصين، اضطر بالجريف أن يشيل نظام السلفة ذي وخلاها تحت لجنة مختصة تحت إشرافه الخاص، عينها تحت إشرافه الخاص. طبعا القوس أيضا خضعت لي يعني خلينا نقول عوامل كثيرة أدت إلى انتهاء اللي هي حرفة القواصين، من ضمنها الكساد العالمي اللي صار في 1929، صار كساد عالمي مما الناس يعني صار القوس ما يعني صار اللؤلؤ ما له قيمة ولا لا، يعني ما كان يعطونا اعتبار في من بعد الكساد هذا. يعني أيضا كان المهراجة في الهند من أكبر عملاء القوس اللؤلؤ، صار في فترة من الفترات أن حرم عليهم مسألة تجارة اللؤلؤ، مما يعني سبب انقضاء أيضا في قضية اللؤلؤ، وهذه أيضا أثر على تجارة اللؤلؤ. وبشكل عام اكتشاف النفط في 1932، فصار هو مخرج للجميع سواء من المزارعين أو قواصين، إنهما يتخلصون من كل هذه المعاني ويلتحقون إلى النفط، إلى شركة النفط، على أساس أن هناك رزق أفضل، على أساس أن خلنا نشيل هذا اللي. على اساس ان يكون له مساله النفط هو حل او مخرج بالنسبه للجميع الموجودين في تلك الفتره، ومن هنا تاسست تقريبا بدايات الطبقه العامله اللي هي تشكلت كبدايه، ومن الحرفيين والقواصين والمزارعين. طبعا أول تحرك صار في 23 أكتوبر، وسببه أو سبب التحرك كان هو الوسطاء العمال. وسطاء العمال كانوا يعني يمارسون ضغط بالنسبة حق العمال، وصايرين وسطاء بينهم وبين الشركة، بين إدارات الشركات، يستلمون رواتبهم ويعطون العمال رواتب زهيدة ناقصة، الأرباح هم يقتنصونها والعمال ما يحصلون إلا المبالغ الزهيدة. طبعا هذه أدى إلى حافز إنهم يتحركون ويقدمون يضربون على العمل. وكانت ما هي مطالبهم؟ أول أضراب قلنا في 1938 صار أضراب. طبعا ما هي المطالب؟ المطالب كانت تحددت في إنشاء مجلس تشريعي، إعطاء أبناء البحرين الأفضلية في التعيينات في شركة النفط، السماح بإنشاء نقابات، تحديد ساعات العمل، ووضع قانون عام ينظم شؤون العمال. طبعا الواحد يتساءل، يعني كل الأدبيات أكدت على كل هذه المطالب، كل أدبياتنا الوطنية أكدت على هذه المطالب،
بس الواحد يتساءل سؤال، يعني لماذا المطلب النقابي في 38 حركة توها ساي توها مبتدئة جنينية، 38 العمال توهم لا يعني الكثير منهم لا يقرأ ولا يكتب، كيف أتى المطلب النقابي؟ واحد يتساءل يعني. إنزين كل الأدبيات تقول إن 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 هناك يعني العمال طالبوا بالمطلب النقابي. أنا بحثت في أكثر من موقع، طبعا المفروض الواحد لما يعني يبي يقدم شيء على الأقل يتعب روحه شوي. فوجدت في كتاب البحرين واللي هو البحرين التطور السياسي والمجتمع الحديث لأمين نخلة يؤكد على المطالب أنها تركزت في مطلبين أساسيين، ما كانت في المطلب النقابي، زيادة المرتبات وتحسين ظروف أوضاع العمل. إنزين وين يلذي المطلب يعني النقابي؟ في أبريل 38 في أيضا في كتاب آخر للجزيرة العربية، وأعتقد الحركة السياسية في الجزيرة العربية لأحد السعوديين، في 38 يقول إن في أبريل صار في الكويت حركة، صارت حركة في 38 في أبريل، وكانت فيها يعني بعض الإصلاحات، عريضة قدموها للشيخ أحمد الجابر، كانت الإصلاح موضوع التدريب، موضوع الإصلاحات، مستشفى يطلب للعرب بزيارة الكويت. إنزين بما فيه يعني ما كان في المطلب النقابي، لكن في 38 أيضا نفس المطالب اللي كانت في الكويت يعني شالوها بعض التجار في البحرين، صار تحرك أيضا في نوفمبر، زين كان بقيادة محمد علي التاجر وسعيد سيد خلف وأحمد العليوات محسن التاجر، حطوا فيه مطالب قريبة من هذه المطالب الكويتية في نفس الفترة في 38 أدخلوا فيه المطلب النقابي. فأنا أقول إن هذا المطلب أجى يعني اللي صار في 38 في الحركة في بابكو لم يكن هناك مطلب، وإنما كان في مطلب في الشارع البحريني، وهو أعتقد أقرب إلى التصديق يعني، أو أقرب إلى أن الواحد يعني يؤمن فيه بشكل أكبر. في 43 أول ضرب عمال النقل في بابكو في 42 43، الغريب أن في 43 أيضا محتاج بصراحة إلى تدقيق أكثر، 14 مطلب يعني الواحد يستغرب فيها، وكلها مطالب دقيقة جدا، يعني لو نفكر فيها الآن أنا ما بقدم فيها هذه المطالب بهالطريقة يعني. أول شيء يعني تقاضى مشرف العمال شيف 10 روبيات، أوكي يعني في مطالب أن لا تقل أجرة المقايي اللي يسوي الجيجات عن 7 روبيات، لا تقل أجرة العامل عن 4 روبيات، زين في شغلات عن العامل أجرة عمل العاطل في العطلات، في توفير مواصلات، العطلة السنوية، إذا أصيب العامل عن قضية الإصابات، إذا مرض، إذا علاوة حرب، يعني حقيقة احنا انا يعني امشي هذه الامور لان مرحلة تاريخية وقريتها من الأدبيات الوطنية الموجودة عندنا، بس على الباحث أن لا يقتنع بأي أدبية سواء وطنية أو غير، يجب أن يبحث بدقة، يجب هذا تاريخ، والتاريخ يعني رفاقنا مع احترام الشديد جائز يعني جائز بعد أيضا يعني ينقلونهم كما نقلها الآخرون، جائز أن لم يتعبوا روحهم، جائز كذا، لكن ما يعني كل التقدير والاحترام أن هي يعني لابد أن هذه المحطة نمر فيها ونذكرها بشكل أمين يعني. أيضا إضراب سائق السيارات الأجرة في 25 أغسطس 45، طبعا السواق كان مشكلتهم في مشكلة قسط التأمين مرتفع في ذيك الفترة بالنسبة لهم كتكاسي،
وكان ايضا ياخذون عليهم ضريبه في الجسر لما يطلعون من المحرق الى هذه ضريبه مرتفعه، وكان ايضا يعني يبون صندوق تعويضات لهم يعني، فكانوا كل اللي يحصلونه مني يدفعونه مني، فاضطروا انهم يضربون بشكل جماعي، الهدف انه يبون صندوق خاص بهم، واضربوا لمده اسبوع، والحركه لقموا الشوارع كلها بالمسامير والى اخره. المهم انتهت العمليه بتكوين صندوق، كان طبعا السكرتير الصندوق عبد الرحمن الباكر، وسووا له هيئه للصندوق، انتهى يعني حققوا جزء من هذا المطلب يعني. ننتقل الى طبعا الهيئه، حركه الهيئه. طبعا في عوامل ساهمت في حركه الهيئه او مقدمات، من ضمنها خطاب الناصر ثوره 23 يوليو في 52 في مصر، وخطابات عبد الناصر التي ألهبت الجماهير العربيه بما فيها البحرين، العدوان الثلاثي على مصر ايضا في 6 اكتوبر 56، بعد تأميم قناة السويس في 26/7/56، دور الإعلام كان صوت إذاعة بغداد، حركة مصدق في 51، وانقلاب اللي صار ضدها في 53 من قبل المخابرات البريطانية الأمريكية، وهجرة الكثير من الوطنيين الإيرانيين إلى البحرين هروبا من الإعدامات، ومنها كوادر من حزب تودة يعني. أيضا في السعودية صار إضراب في 53، وعاد البحرينيين اللي موجودين، عادوا البحرينيين من السعودية، وكانوا ينقلون هذا الخبر إلى العمال البحرينيين، ويقولون يعني يتحدثون بحماس عن نشاط العمال في الشركة وعن مطالبهم، مما أعطى الحماس أيضا لعمال بابكو أن يعني يأكدون على أهمية هذا المطالب وضرورة تقديم ما يماثلها في البحرين. في 5 سبتمبر بعد 54 بعد في عمال السعودية البناء شكلوا نقابة لهم في المنطقة الشرقية، وكان هدف وضمت فيها 4000 عامل بحريني، من ضمنها مطالبهم كان تأمين المواصلات ل 140 عامل. العوامل الداخلية اللي هي طبعا الكل متضرر كان من سياسة بلغريد التعسفية اللي طالت تجار العمال المواطنين بشكل عام، بالإضافة إلى دخول العمالة الأجنبية من بعد إضراب 38، صارت الشركات شوي أخذت درس ودخلت عمالة أجنبية، هذه أثر بشكل عام. وكان أيضا للوسطاء دور كبير مثل شركة أكمي اللي أيضا تمارس كان دور في استحواذ على الرواتب وتحويل تأجير العمال إلى شركة بابكو وإلى آخره. كل هذه العوامل ساهمت طبعا ان الهيئه تقوم بحركه في اكتوبر، مطلع اكتوبر 54 بقياده الهيئه. طبعا الهيئه شهدت اجتماعات كثيره من شخصيات طبعا مشكله من الطائفتين، عبد الرحمن الباكر، عبد العزيز الشملان، العليوات، الشراوي، تقي البحارنة، الجشي، زين، واجتمعوا اجتماعات كثيره وفي مواقع كثيره، اهمها طبعا اجتماع اللي صار في مسجد مسجد بن خميس في السنابس، ما تم الخميس هنا يعني، حتى هذه المعلومه بعد كاتبينها مسجد. المهم شكلوا منها في هذا الاجتماع الموسع شكلوا قيادة مشكلة من 8 أشخاص،
وجمعية عمومية من 120 شخص، زين، وحددوا مطالبهم بكتابة رسالة إلى الحاكم، وعقب فترة زين كتبوها في شكل بيان في 13 أكتوبر 54، حددوها في التالي: تأسيس مجلس تشريعي، وضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني، تأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام، السماح بتأليف تشكيل نقابة العمال. ليش أذكروا العمال؟ لأن كانوا العمال ابتدوا يحسون بقيمتهم أهميتهم، وهم المتضررين الأكبر في معمعات التعسفات والمواجهات اللي كانوا يسويها بالكريم. ونتيجة للإلحاح طبعا من الهيئة، وافقت الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة في صياغة قانون العمل. وهذه اللجنة المشتركة وعدت أيضا بإصلاح النظام القضائي، زين، والنتيجة أيضا للضغط الشعبي، واجتمعوا طبعا اجتماعات عديدة بين الجنتين، كانت مشكلة من ممثلة الحكومة، عمال وتجار. واستمرت اجتماع فترة طويلة، والظاهر أن الهيئة ما قدرت تتحمل الاجتماعات اللي طولت، وأقرت بقرار معزل عن الحكومة بتشكيل اتحاد عمال البحرين، اللي ضم حقيقة ما يقارب 10,000 عامل، ووضعوا له هيكلية، مقرر، أمين مالي ورئيس، وأخذوا اشتراك شهري كان من كل عامل 4 روبيات. وصار هذا الاتحاد واقع الحكومة نوعا ما. كان بالجريف يعني مشتاء، يعني مستاء منها، والبريطاني مستاء منها، بينما الحكومة اعتبرت واقع واعترفت به بشكل نسبي. وكان بالجريف يحيط المؤامرات من تحت الطاولة، نذلين متآمرين كذا، ويبون يعني يسيطرون على الدولة، ولهم مطالب يعني كيدية وإلى آخره. المهم استمرت فترة طويلة على هذا السالفة. وعدت طبعا الحكومة بإصدار قانون ينظم النقابات، وكان في أيضا مستشار بريطاني موجود وياب قانون بريطاني وأضيف في القانون. المهم استمرت فترة طويلة الاجتماعات من أجل إصدار القانون، ولكن الأحداث كانت في الوطن العربي متتالية. فيات المسيرات المؤيدة طبعا لتأميم قناة السويس اللي صارت في 26/7/56، والعدوان الثلاثي في 6 أكتوبر 56، ووجدت السلطات طبعا طلعت الجماهير العربية بما فيه البحرين، زين، كجماهير مؤيدة للحدث الموجود. فوجدت السلطات البريطانية فرصة للانقضاض على هذا الاتحاد، واعتقلت قيادته ونفته إلى سانت هيلانا، زين، اللي هو ممثلا بالباكر والشملان والعليوات، وتم حل الاتحاد اختياريا وإغلاق مكاتبه في 15 فبراير 58. طبعا سؤال أنا على قولة يسمونه ساذج العباسي، يقول سؤال ساذج: كان العضو واحد يدفع 4 روبيات شهريا، وكان لو ضربناها في 12 شهر 48 روبية، ولو ضربناها في سنتين، لأن الاتحاد تم سنتين، 96 روبية، مقابل 10,000 عامل معناته 960,000 روبية، يعني مليون ناقصة في ذاك الوقت، مليون ناقصة 40. وين راحت المقال؟ واحد يستفسر، زين، كانت تنحط في بنك بريطاني،
وكان يعني أكثر من شخص مسك المالية يعني. الواحد لا يشكك في ذمة أحد، وهذا اليوم وطنيين وقدموا وإلى آخره. بس سؤال للتاريخ، إيه هل صدر من قبل الدولة، هل صدر كذا؟ الواحد محتاج أن يبحث في هذه الأمور بشكل دقيق ويقدم معلومة أيضا دقيقة في هذا. طبعا ما هي الإنجازات اللي حققتها الهيئة؟ الإنجازات اللي حققتها الهيئة طبعا تجاوزت الطائفية اللي حاولت السلطات البريطانية يعني أن تزرعها، شكلت اتحاد قوي ضم أكثر من 10,000. المسودة اللي تمت صياغتها من قبل التجار والعمال تم اعتمادها في قانون 57 مع حذف أجزاء منها. نتيجة للمد الشعبي وجود خامات واعية أفرزت أيضا تيار شيوعي باسم جبهة التحرير الوطني البحرانية اللي تشكل في 15 فبراير 1955 ليأخذ دوره في الساحة السياسية وقيادة الجماهير. إني حق انتفاضة 65 أنا ليش جايبها على شكل محطات؟ لأن إذا بقراها كسرد تاريخي يبي لها 4 ساعات يعني، وهناك حيثيات كثيرة في تاريخ الحركة العمالية لا يمكن تتغافلها في خلال القراءة. المحطات هي يعني أسهل في عملية الطرح وأسهل في عملية حتى الاستيعاب من قبل المتلقي. طبعا عوامل أيضا خارجية أثرت في 65، ثورة تموز 58 في العراق بغيرة عبد الكريم قاسم، وحدة مصر وسوريا في 58، ثورة 14 أكتوبر انطلاق ثورة 14 أكتوبر في اليمن في جنوب اليمن، انطلاق الثورة الفلسطينية 65، بروز التيارات القومية في على صعيد الوطن العربي بما فيه الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي. انعكاس هذه التيارات بشكل عام داخل برا وداخل الوطن. النمو اليسار أيضا، اليسار ابتدأ ينمو في هالفترة على مستوى الوطن العربي مما أثر حتى في تحولات التيارات القومية إلى تيارات يعني تبنت النهج المركزي في بداية السبعينات. طبعا الأسباب الرئيسية اللي انطلقت فيها الشرارة استقناء 450 عامل من بابكو كدفعة أولى من أصل 1500 عامل احتجاجا على هذا الوضع، أضرب عمال بابكو واشتد الإضراب بشكل عام في 9 مارس، وسلالت المسيرات بقوة، تبنت القوى الوطنية قيادة الشارع، واستمرت الاحتجاجات لمدة 3 شهور شلت فيها الحركة الاقتصادية بشكل عام. المطالب تركزت في وصف وقف الفصل التعسفي، إعادة جميع المفصولين لأعمالهم، الاعتراف بحرية تنظيم نقابي، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، السماح بعودة المبعدين، إيقاف العمل بقانون الطوارئ، تخلص من الأجانب البريطانيين في بابكو. كانت المواجهات قوية وعنيفة، والشعارات والهتافات كانت أيضا قوية، وإصرار شعبنا لنيل حقوقه بما فيه الحق النقابي انتهت الانتفاضة بوعود من الحكومة حول عودة المفصولين. وطبعا في النهاية تمت عودة المفصولين قسرا ولم تحقق بعض المطالب الأساسية. سقط في الانتفاضة طبعا شهداء أمثال عبد الله برهون سرحان، عبد النبي سرحان العامل في بابكو، عبد الله القانو، عبد الله بنون المحرق، فيصل قصر المنامة، وشهداء آخرين حتى من القرى. يمكن يعني كثير من الأدبيات لم يعني تذكرهم بشكل دقيق. الإنجازات في 65 طبعا التفاف الحركة كلها
بكل تيارات القومية والتقدمية حول مطلب شعبي واحد، حيث صدر بيان مشترك بعد 15 يوم الانتفاضة، لكن هذا التحالف لم يدوم نتيجة للخلافات الأيديولوجية. بشكل عام يعني صدر بيان أيضا في 15 مارس 65 تحت عنوان بيان للشعب البحريني، ضم هذا البيان جبهة التحرير وبعض التيارات القومية. وأيضا في بيان في 66 في خمس اللي هو لا يفل الحديد إلا الحديد، اللي كان أساسا يعني انتقاما لشهداء اللي سقطوا في 65 انفصل، انتقاما للشهداء اللي هذه قامت العملية كانت تفجير في جهاز المخابرات، واللي في جهاز المخابرات بوب والبريطاني وأحمد محسن الرؤوس المدبرة، واللي راح طبعا ضحيتها المناضل مجيد مرهون بالسجن المؤبد. هاي بشكل عام. طبعا بعد 65 68 اضراب الكهرباء، وكان قيادة الاضراب اسماعيل علوي موسى خميس وسيد جعفر وفخري العلوي، كانت الكهرباء تمثل 98% بحريني، اي حتى لدرجة ان قال سيد شرف اللي هو مدير دائرة الكهرباء اعطيتوني دائرة كلها شيوعيين. طبعا المطالب كانت تركز على زيادة الأجور، تحسين وضع العمال، وتدريب إنشاء نقابة عمالية. وصار أيضا يعني تم اختيار شخصين من العمال، ثلاثة أشخاص، وراحوا لمقابلة الأمير الشيخ عيسى، كان فيه طبعا سيد جعفر وإسماعيل العلوي ومطر الضوادي، وتكلموا عن المطالب بشكل عام. طبعا النتيجة تم اعتقال النقابي موسى خميس وتوقيفه عن العمل لمدة عام. وجاء اضراب 69 المطالبة بإطلاق سراح اللي هو المناضل موسى خميس وإسماعيل العلوي، وبعد ذلك طبعا تم إطلاق سراح اللي هو موسى خميس وأبعد عن العمل، وكذلك إسماعيل العلوي. في 70 طبعا طيران الخليج كانوا بعد أيضا صار في إضراب، وكان يؤكد على المطلب النقابي ورفع المستوى المعيشي. في 72 طبعا الخبرة العمالية اللي صارت عند الرفاق نتيجة يعني شافوا التجربة في 65 وتحالفهم مع بعض أدت إلى تفاعل قوي، ففكروا الرفاق القدامى إن لا يمكن عمل نقابي أن يكون يعني بدون قيادة موحدة، وبادروا. كانت الفكرة موجودة عند الطرفين، تيارين الجبهة الشعبية وجبهة التحرير، كلا الطرفين التقوا وشكلوا التأسيسية اللي هي الاتحاد عمال المستخدمين وأصحاب المهن الحرة. طبعا كان في المنتصف الأول 71 كانت أول خطواته قاموا بعريضة تطالب بتفعيل المواد المجمدة لقانون العمل والنقابات لعام 57. وصل عدد الموقعين لهذه العريضة 1500 عضو، وقدموا العريضة في 23 أغسطس 71. طبعا كان رد الوزارة ردا شفهيا، المماطلة والمبررات الغير مقنعة، وأن الدولة مقبلة على مرحلة برلمانية ودستور، وأن هذه الظر يعني المطلب النقابي غير مهم. يعني استمرت المتابعة حتى مع وزارة العمل حتى فبراير مع الاضرابات، وشافت الوزارة والجهاز الخاص
ترتيب الضربات شلون هي سريال وبشكل منسق وبشكل كذا ومؤسسات مع بعض، فحست بالخطورة حقيقة. وزارة العمل علقت كل المفاوضات مع اللجنة التأسيسية زين، وجاءت ومن هنا جاء ضرب مارس 72 واللي يعني ابتدت شارك فيه طيران الخليج، الصحة، الإنشاءات، ألبا، وتم اصطدام في 13-14 مارس مع الشرطة، وتم اعتقال كثير من الكوادر، مما اضطرت في يعني بعد هذا 17 مارس اللي صار فيه اعتقالات بشكل أكبر، أن وقفت التنسيق، اللجنة التأسيسية وقفت أطراف اللجنة التأسيسية توقفوا عن التنسيق المشترك. وبعد إضراب 72 طبعا الإضرابات لم تتوقف، بعد إضرابات 72 كانت في محاولة أيضا للاتصال بوزارة العمل، ولكن كانت وزارة العمل تصد عليهم ما في مجال. وبناء على هذه كانوا دائما يكررون بأن شكلوا لجان استشارية في مواقع العمل، وأن هناك دستور قادم حياة نيابية، وأن المشاكل العالقة كل هذه بتنتهي. جاءت طبعا أحداث مارس 73 وقامت السلطة بحملة اعتقالات واسعة زي شملت الكوادر وكل التيارات والكوادر النقابية. طبعا اللجنة التأسيسية بشكل دقيق أنا ما بدخل فيها بحيثيات وإلى آخره، بس واجهت المشاكل التي واجهتهم، تفرد أحيانا بين طرف وطرف في العمل، في التحرك، في أسلوب التحرك، مبادرات تي منفردة زين. طبعا الإنجازات، أهم شيء الإنجازات، انتشار الوعي لدى العمال النقابي بشكل سريع، التجاوب مع القيادات النقابية، كانت نقابية لها صيت وكانت تحترم بشكل مع مجيء المجلس الوطني والنهوض الجماهيري زين. وارتأت طبعا، كان هذه فرصة تاريخية، شكلت قيادة جبهة التحرير 5 من القيادات الأساسية النقابية، وقامت بمبادرة أنهما يجب انتهاز بهذه الفرصة ونشكل عمل نقابي، مما شكلت اللي هي النقابات الأربع، نقابة ألبا في 28 مارس 74، نقابة الصحة في 30 مارس 74، الكهرباء في 74 مايو، والإنشاء في 28 مايو 74. طبعا هذا التشكيل سبق تحضيرات وإلى آخره، شكلوا لجان تحضيرية وعقبها لجان تأسيسية وعقبها لجان إدارية تقود العمل. طبعا المطالب كانت كلها قدموا رسائلهم إلى وزارة العمل وكلها تتابع حول شرعية العمل النقابي. طبعا وزارة العمل لم تستجب لهم، كانت تعطيهم كل المبررات السابقة، حتى يعني حتى جاءت الاعتقالات الأخيرة في 25/6/74، قامت السلطة بحملة اعتقالات واسعة في صفوف النقابيين والقيادات النقابية. طبعا البرلمانيين ما يعني ممثلين بالمحامي محسن مرهون والمحامي محمد السيد قاموا بالدفاع المستميت، أطلقوا طبعا سراح البعض منهم في أكتوبر 74، ولكن جاءت الـ يعني قضية صراع البرلمان داخل البرلمان حول قانون أمن الدولة، أن الدولة تريد أن تثبت هذا القانون، والبرلمانيين كانوا يدافعون بحرارة حول انتزاع هذا القانون بأي شكل أنه يعني ما يتثبت، ولكن فشلوا
السلطة فشلت أيضا في تثبيت هذا، وما اضطرت أن تقوم بحملة أغسطس 25 أغسطس 75 بحملة واسعة في صفوف الوطنيين والنقابيين، وانتهت مرحلة تجربة اللي هي اللي نقول المرحلة الديمقراطية. طبعا الدروس وايد بنتركها للحوار، نبي ندخل في مرحلة ثانية اللي هي عقبها. طبعا الشركة الدولة دفعت في مسألة اللجان المشتركة اللي هي عمال أرباب عمل كبديل للعمل النقابي، واللي كان أيضا من خلال هذه اللجان الموجودة في كل موقع كانت لجنة عامة لعمال البحرين تمثلهم، يسموها اللجنة العامة بمثابة الآن الاتحاد العام لعمال البحرين. واضطرت هني القوى السياسية ممثلة بكل التيارات أن تقوم بالعمل السري، فشكلت أيضا لجان السري منصوب في كل المواقع. زين، حتى جاء يعني ما بمعنى ميثاق العمل الوطني اللي هي حركة الإصلاح، وفي 2002 في عام 2000 وأطلقوا فيه صراح المعتقلين وعودة المنفيين وإطلاق حالة حركة التعبير والخدمات الإسكانية والإنجازات اللي شفناها يعني. وأصدر أيضا مرسوم اللي في 23 عام 2002 حول إصدار النقابات العمالية التي وصلت إلى 54 بعدين نقابة عمالية، وتم تشكيل الاتحاد العام للنقابات عمال البحرين، وتم تحويل اللجنة العامة اللي هو إلى الاتحاد العام لعمال نقابات عمال البحرين، وتم التحضير للمؤتمر التأسيسي فيما بعد. طبعا إجازة الأول من مايو كانت المسيرة اللي طلعت فيها المنبر في عام 2002، وكان أحمد سند يطلق فيه نريد نقابة عمالية، وفي اليوم الثاني أصدر القرار بعطلة رسمية، نريد نقابة عمالية، نريد عطلة رسمية. وصدر القرار في سبتمبر في الجريدة الرسمية عام 2000 حول اللي هو إجازة الأول من مايو، وتحقق اللي هو حلم الطبقة العاملة. طبعا المحور الأخير واللي هو كلش مهم جدا على أساس لا يقولون أين دور المرأة في عملية يعني الحركة المطلبية العمالية. طبعا حركة المرأة لا يمكن يعني هاي بروحها ندوة، بروحها المرأة ندوة، لأن المرأة نضال ثروة ما تقدر. عموما هي شاركت في كل المراحل النضالية، في كل المراحل النضالية، بس أنا بكتفي بمقتطفات. يعني الدكتور هادي خلف في أحد مقالاته ياب عن امرأة في الخمسينات شاركت وهي في مقدمة، يعني ما كان في رجال النساء، والمرأة الوحيدة اللي كانت في مقدمة المسيرات وهي تقول يسقط يسقط الاستعمار، كانت اسمها شهلة خلفان. وطبعا يعني بالإضافة لذي في طبعا شهداء خروج شهلاء بهذه القوة والعزيمة رسخت مبدأ أساسي في تحرك المرأة والحركة المطلبية. الحالة الثانية طبعا في وحدة اسمها محمد في المحرق داهمت المخابرات البيت واعتقلت الولد واعتقلت كذا، وام احمد كانت موجوده في الحوش لا يعني لم تحرك ساكنا ولم تصرخ ولم تدمع ولم ذي، فاستغرب ابنها استغرب من ذلك، وال
أيضا يعني المخابرات لم يعطونها بال وتخرجت، وهي يعني في عقب فترة اكتشف الولد أن أمه هذه كانت محتضنة يعني كنز من المنشورات خوفا على ابنها حطته تحتها. وهذه أيضا يعبر عن أمهاتنا كيف كانت في المحرر وكيف كانت يعني تمارس دور بطولي تعاضدا مع الحركة الوطنية بشكل أو بآخر. الحادثة الثالثة طبعا اللي هي أول فتاة خليجية طبعا راحت جامعة الصداقة اللي هي غالية دوير في 63، صافحت الزعيم السوفيتي خروشوف وقابلت أول قائد رائد فضاء يوري غاغارين في 65. وطبعا المرأة بشكل عام من 65 اللي عاصر 65 يشوف النساء كانت في مقدمة الصفوف، وهي يعني تقول طبعا افتح صدرك، أنا نسيت بعد هذا الهتاف افتح لها صدرك. وكان وأنا طفل يعني صغير شفت هذا المسألة يعني ما حد قال لي، شفته بعيوني وشفت النساء شلون كانوا يعني في مقدمة الصفوف. هذه بشكل عام. وطبعا شكرا على إصغائكم.